في الشأن القضائي وبسبب تغيير دائرة الجناحية تم اليوم تأجيل النظر في قضية رضا بالحاج ناطق رسمي باسم حزب التحرير لنهار الخميس الجاي، واللي جات إثر دعوى قضائية كان رفعها الصحفي مختار الخلفاوي واللي تم على إثرها توجيه تهمة التهديد والتحريض على ارتكاب جرائم قتل بالحاج. أجلت اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس القضية اللي رفعها الإعلامي مختار الخلفاوي على رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير إلى يوم الخميس القادم، وذلك بعد احتجاج المحامين القائمين بالحق الشخصي وتقديمهم لمطلب تجريحه بسبب رفض القاضي الاستماع إلى كافة مرافعاتهم، هذا وتم إحالة ملف القضية إلى دائرة أخرى للنظر فيها. وحسب المحامي مختار الطريقي فإن القضية كانت بناء على شكاية كان رفعها الإعلامي مختار الخلفاوي ضد رضا بالحاج في شهر جويلية الفارط بسبب تسجيل فيديو نشر الناطق الرسمي باسم حزب التحرير على صفحته فيه تحريض على القتل وتكفير لمختار الخلفاوي. القضية اللي كانت تأخرت من يوم الاثنين الماضي لهذا الاثنين تتعلق بدعوى رفعناها في حق الأستاذ مختار الخلفاوي ضد سي رضا بالحاج من حزب التحرير بعد أن قام السيد رضا بالحاج بتكفير الأستاذ مختار الخلفاوي. سي مختار الخلفاوي قام في برنامج إذاعي وقال وأنه هذا وقت اللي حزب التحرير لا يعترف بالديمقراطية لكنه يمارسها ويستغل الديمقراطية لضرب الديمقراطية، هذا ما يسمى في العامية متاعنا أكل الغلة وسب الملة. فقام سي رضا بالحاج وقال لي هذا الملة هي الملة الإسلامية، وبالتالي فأنه سي مختار الخلفاوي سب الملة الإسلامية وقام بتكفيره بشكل واضح وصريح. من جنب اعتبر مختار الخلفاوي أن القضية اللي رفعها ضد رضا بالحاج هي اختبار للقضاء التونسي ولنجاعة القوانين المرعية. أنا اليوم رفعت قضية متاعي كما قلت لك لاختبار القضاء التونسي وأنه الناس كلها سواسية أمام القانون وأمام القضاء وأمام أو تحت سقف الجمهورية. هذه دلالة رمزية للقضية، ليس قضية شخصية إنما هي قضية وطنية، وتقريب هذه أول ناس ده تتعرض قدام القضاء بهذا المعنى وبهذه الصفة. وللإشارة فإن هذه هي المرة الثانية اللي تم فيها تأجيل القضية اللي رفعها الإعلامي مختار الخلفاوي ضد الناطق الرسمي باسم حزب التحرير رضا بالحاج.